العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحلي أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضائية الإيريترية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء المستهل كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. وزارة الصحة تعلن 24 حالة إصابة جديدة. العمل لمكافحة الجراد الصحراوي في الكاشبركا. الإريتريين في جنوب السودان يتبرعون لتنمية صندوق كورونا. فرنسا تطلق ائتلافا في منطقة الساحل لمواجهة العنف الجهادي. الصين تفرض حجرا صحيا على عدة أحياء في بكين. المتظاهرون في لبنان يشتبكون مع قوات الأمن. أهلا بكم إلى التفاصيل. إعلان صادر من وزارة الصحة: أثبتت الفحوصات التي أجريت اليوم 13 من يونيو للأشخاص الذين كانوا في الحجر الصحي بمنطقة أديبر الحدودية بمديرية فورتساوا في إقليم القاش بركة عن إصابة 24 شخصا بفيروس كورونا المستجد. وبلغ عدد المواطنين العائدين من السودان بطريقة مفتوحة خلال الشهرين الماضيين والذين تم حجرهم في منطقة أديبرا بلغ 1370 شخصا، منهم 117 تم تسريحهم بعد التأكد من سلامتهم، وتجري المتابعة اللازمة ل 1253 شخصا. ورغم منع حركة الناس من دولة إلى أخرى إلا أن 7158 مواطنا عادوا إلى البلاد خلال الأشهر الماضية عبر البر والبحر من دول السودان وإثيوبيا وجيبوتي وكذلك اليمن، بينهم 3135 معزولين في 47 حجرا صحيا. هذا وتجري الفحوصات الصحية لكافة الأشخاص الذين أكملوا فترة الحجر إلى جانب الفحوصات العشوائية الجارية. وقد بلغت حالات الإصابات المؤكدة في البلاد حتى الآن 65 حالة، منهم 39 تم تسريحهم إلى منازلهم بعد تلقيهم الرعاية الطبية، فيما يوجد 26 في المستشفى. وزارة الصحة 13 من يونيو 2020. تقوم وزارة الزراعة بأنشطة احتياطية مكثفة واستعدادات مسبقة لمكافحة ظهور أسراب الجراد التي تجتاح دول الشرق الأفريقي، وقد جرت هذه الاستعدادات في الكثير من مناطق البلاد. لمزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي بصوت الزميل أمير عثمان. يشهد إقليم قاش باركا أنشطة للاستعداد المسبق بالتنسيق بين وزارة الزراعة وإدارة الأقاليم ووحدات قوات الدفاع للسيطرة على الجراد الصحراوي المتوقع ظهوره في الخريف. وفي التوضيح الذي قدمه المدير العام لقسم الزراعة والأراضي بالإقليم، أبدأ السيد أبو بكر عثمان لإرينا القلق من انتقال الجراد المنتشر في دول الجوار إلى البلاد، مشيرا إلى حراك إدارة الأقاليم بالتنسيق مع القيادة الغربية لمواجهة الوضع بفعالية وتسيير برامج الاستعداد المسبق التي وضعتها وزارة الزراعة. وقد أقيمت في مديرية جولوج وفرتصاوة وكركبت وسلعة وشامبوكو وتسني وملقي وأعالي القاش نقاط للمتابعة في إطار تلك البرامج ابتداء من 25 من مايو المنصرم، وتقديم التدريب للناشطين في هذا الشأن من المواطنين والجيش. واشتملت الدورات المقدمة حتى الآن ل 2600 شخص. أهمية الدوريات وسلوك الجراد وسبل مكافحته والسيطرة عليه إضافة إلى مهارات عمليات الرش وصيانة أدوات الرش. وبموجب ذلك علم بأنها توجد في نقطة جولوج فقط 1480 من أدوات الرش في عملية صيانة. وفي رسالته قال حاكم إقليم القاش باركا السيد أبرها غارزا التي وجهها في 12 من يونيو في مراسم اختتام الدورة التأهيلية التي جرت في توكومبيا بمديرية أعالي القاش على مستوى المديرية، قال أن مواجهة الجراد ليست مهمة لجهات حكومية معينة أو الإدارة، مذكرا كافة أفراد المجتمع المدني والجهات الحكومية والاتحادات والجيش للمساهمة الفعالة، داعيا المتدربين للعب دور رائد بما اكتسبوه من معارف في الدورات التأهيلية. من جهته قال مدير مديرية أعالي القاش السيد جيدا استيفانوس
أن المديرية تتآخم إثيوبيا وتمتلك مساحة واسعة للزراعة المطرية، ويجب على كافة إدارات الضواحي تعزيز استعدادهم لمواجهة الجراد المتوقع قدومه، والعمل لنقل المعرفة المكتسبة من الدورات التدريبية المقدمة لأعضاء قوات الدفاع والمواطنين إلى كافة أفراد المجتمع. يواصل المواطنون في الداخل والخارج تقديم التبرعات المالية والعينية لتنمية صندوق تصدي فيروس كورونا المستجد. وقد تبرع الإريتريين المقيمون في جنوب السودان على مرحلتين بحوالي 408 ألف دولار وأكثر من 2.60 مليون جنيه جنوب السودان. لتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع في سياق التقرير التالي والزميل قاسم محمد. تبرع الإريتريون المقيمون في جنوب السودان في الجزء الأول ب 106,559 دولار أمريكي لتنمية صندوق تصدي كوفيد 19، فيما تبرعوا في الجزء الثاني ب 301,435 دولار أمريكي ومليونين و645 ألف وسبعمائة جنيه جنوب السودان، ليصل مجموع المبلغ المتبرع به حوالي 408 ألف دولار وأكثر من 206 مليون جنيه جنوب السودان. ووفق المعلومات الواردة من السفارة الإريتريا بجنوب السودان، تبرع عمال فندق جيمس 450 دولار، وعمال جراند هوتيل جوبا 5200 دولار، وعمال ستار هوتيل 1000 دولار، وعمال أرون هوتيل 2200 دولار، وعمال ترانزيت هوتيل 2400 دولار، وعمال إيام هوتيل 1000 دولار، وعمال أوسكار هوتيل 700 دولار، وعمال ريمبو هوتيل 910 دولار، وعمال تي إم لايون هوتيل 1000 دولار، وعمال كلمنجارو هوتيل 550 دولار، وعمال ماليبو هوتيل وبانوراما هوتيل ونايل فورتشون 745 دولار، وعمال عنسبة للتجارة العامة 2350 دولار، وعمال شركة ماي أكاني 2650 دولار، وعمال أفري إل جي للتجارة العامة 850 دولار أمريكي. كما تبرع عمال ألفا للرحلات 500 دولار، وعمال شركة إزرا للبناء 6570 دولار و25 ألف جنيه، وعمال ألم للتجارة العامة 2300 دولار، وعمال فيرجن هوتيل 500 دولار، وعمال كواليتي هوتيل 2220 دولار، وعمال كانا 850 دولار، وعمال زرق جابر للتجارة العامة وشركة ماي لايف ووتر 750 دولار، وعمال شركة ام بي اس للبناء 600 دولار، وعمال رويال بالاس هوتيل 770 دولار، وعمال الامارات كلاسيك هوتيل وكونكورد هوتيل وزالا للتجارة العامة 900 دولار، وعمال شركة عوت للآليات الثقيلة للبناء 2325 دولار، وعمال تعقس للتجارة العامة 360 دولار، وعمال كرن هوتيل وامازون هوتيل وزولا للتجارة العامة 790 دولار، والإرترين العمال بـ UN 6500 دولار، وعمال أبي هرام بـ 1900 دولار، وعمال شركة GECC 910 دولار، وعمال مختلف المؤسسات 11635 دولار و 168 ألف جنيه جنوب السودان. في غضون ذلك، تبرع شباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في جنوب السودان 3800 دولار و45 ألف جنيه، وجمعية الإرترين لأصحاب الصهاريج 60 ألف دولار، والجالية الإرترية في إقليم أويل 5620 دولار، والجالية في يي 3050 دولار، والجالية في رون 700 دولار و155 ألف جنيه، والجالية في نوملي 5600 دولار و77 ألف جنيه، والجالية في عيدا وفاريا وأجنتوك 1350 دولار و5000 جنيه، والجالية في يانبيو 2500 دولار، والجالية في تركيكا 2700 دولار، والجالية في واو 6750 دولار و180 ألف جنيه، والجالية في توريت 1450 دولار، والجالية في أريان جاكسون 850 دولار و325 جنيه، والجالية في بور 595 ألف جنيه، والجالية في يرور 320 ألف جنيه، والجالية في رومبيك 1180 دولار، والجالية في جوبا فرع مونوك 2050 دولار و20 ألف جنيه،
والجالية في جوبا فرع بروج 3150 دولار و81 ألف جنيه، والجالية في جوبا فرع غومبو 2300 دولار، والجالية في جوبا فرع أطلع برا 600 دولار و45 ألف جنيه، والجالية في جوبا فرع غوديلا 2050 دولار، والجالية في جوبا فرع شركات 2950 دولار و604 ألف و700 جنيه جنوب السودان. وعلى مستوى أصحاب المؤسسات، تبرع صاحب شركة موسي اي اف 5000 دولار وسوبر ماتش لتوزيع السجائر 5000 دولار، وصاحب شركة ياتكو انترناشونال 5000 دولار، وصاحب سايمون التجارة العامة 5000 دولار، وصاحب لوقاس ابارتمنت 5000 دولار، وصاحب ارون هوتيل 5000 دولار، وصاحب باناروما هوتيل 5000 دولار، وكواليتي هوتيل 5000 دولار، وصاحب شركة عوات الآليات الثقيلة للبناء 5000 دولار، وشركة زرع جابر للتجارة العامة 5000 دولار، وصاحب شركة ام بي اس للبناء 5000 دولار، وأصحاب شركة كان آن 5000 دولار، وصاحب ال تي العامة للبناء 5000 دولار، وصاحب الوام للتجارة العامة 5000 دولار، وصاحب بارغون هوتيل 5000 دولار، وصاحب جي ام اي للتجارة العامة 5000 دولار، وصاحب عمار للتجارة العامة 5000 دولار، وصاحب شركة يونيفرسال 5000 دولار، وصاحب رويال بالاس هوتيل 5000 دولار، وصاحب سترونج للتوزيع 5000 دولار، وصاحب ترانزيت هوتيل 3000 دولار، وأصحاب نايل فورتشن هوتيل 3000 دولار، وبريهو للتجارة العامة 3000 دولار، والمدير التنفيذي لإيجل انترناشونال 3000 دولار، ومخبز أروتا 3000 دولار، وصاحب كوكور هوتيل 3000 دولار، وأصحاب المؤسسات الصغيرة 29850 دولار. وزع سكان منطقة عد قنبلو في مديرية قال نفحي بالإقليم الأوسط مبلغ 1000 نغفة لكل من 343 محتاجا، فيما وزعت 45000 نغفة تم جمعها من سكان منطقة عدردة. كما ساهم صاحب مركز تي ام تي ترفيه بمنطقة سلع دارو بأكثر من 18000 نغفة، وصاحبة مخبز سلع دارو ب 3000 نغفة، وصاحب مؤسسة مايستغل للطوب ب 14000 نغفة، وطاحونة عد قنبلو للقلال ب 5000 نغفة، ومتجر عد قنبلو للإلكترونيات ب 5000 نغفة. وتورعت دكاكين ضحية حليبات بإدارة قجرت 21000 نقفة، والسيدة جنت قبر العلا المقيمة في ألمانيا ب 3000 نقفة، والسيدة إلين عقبيت ب 1000 نقفة، ومواطنة فضلت عدم ذكر اسمها ب 1000 نقفة، ما مجموعه 26000 نقفة وزعت ل 52 أسر حددتها الإدارة. فيما وزع 4000 نقفة تم جمعها من عد شاخة بنفس الأسلوب. كما وزع 50 كيلو من الحمص المطحون شيرو تبرعت به السيدة المازر آيا بإدارة 4 أسمرة للمحتاجين. وقدم سكان منطقة عد سوكدو بإدارة بريخ بأكثر من 3000 نقفة وزرة للمحتاجين. يساهم الفلاحون النموذجيون الناشطون في تنمية البستنة وإنتاج الخضروات والفواكه في مديرية مندفرة في تلبية متطلبات الأسواق واستقرار الأسعار. وأوضح الفلاحون بأن إنتاجهم يجد الطلب حتى خارج المديرية، مشيرين إلى أنهم يحصلون على النتائج الجيدة من خلال الأنشطة الجارية لتحسين الإنتاج. وأشار المزارع النموذج المناضل المحق عند ميكائيل يماني الذي ينمي الخضر والفاكهة في منطقة درعانتو أنه بدأ في عام 2006 تنمية البستنة وتربية الأبقار بقدرات محدودة، وقد وصل في الوقت الحالي إلى مرحلة يجني فيها ثمار جهده ليصبح مثالا للجهد والإنجاز للآخرين. وأفاد بأنه بذل جهودا حثيثة لبلوغ هذا المستوى، ونتاج لذلك استطاع الاعتماد على ذاته وأصبح يشغل 3 عمال دائمين وأحدث تقريرا في حياته المعيشية. وقال خبير تنمية الخضر والفاكهة في مديرية مندفر السيد كبرى برمي أن المناضل عند ميكائيل أحد الفلاحين النموذجين في المديرية، وشكر المناضل عند ميكائيل وزارة الزراعة للدعم الذي قدمته له، مناشدا لمنح اهتمام أكبر لقلة البذور المحسنة وأدوات الزراعة وبرامج الغوص.
سيداتي سادتي إلى فاصل ومن ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. أطلقت فرنسا ائتلافا يضم حلفاء من دول قرب أفريقيا ودول أوروبية لمواجهة الجهادين المتشددين في منطقة الساحل على أمل أن يعزز المزيد من التعاون السياسي والقوات الخاصة جهودا عسكرية فشلت حتى الآن في إخماد أعمال العنف. ونشرت فرنسا آلاف من جنودها في تلك المنطقة القاحلة جنوبية الصحراء الكبرى منذ العام 2013، وتنشر حاليا 5100 جندي هناك بهدف قتال الإسلاميين المتشددين، إلا أن أعمال العنف التي ترتكبها جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية تصاعدت كما شهد الوضع الأمني تدهورا العام الماضي. وعلى الرغم من أن القوات الفرنسية وقوات الساحل حققت بعض المكاسب في الآونة الأخيرة، بما في ذلك مقتل زعيم تنظيم القاعدة في شمال أفريقيا عبد الملك دركدال، إلا أن المتشددين واصلوا هجماتهم وتقدموا أكثر إلى الجنوب نحو دول ساحلية مثل ساحل العاج. مشاهدنا الأفاضل، بهذا وصلنا إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله وحفظه.